والسلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخذيكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، هذا الفيديو موجه أنا للإخوة الصحراويين على وجه الخصوص، الصحراويين المغاربة اللي كيعيشوا في الصحراء المغربية واللي ما تحركوا على أرضهم وترابهم وقاسوا المخيمات، بركوا في أرضهم وترابهم وما حركوا عليه نهائيا. بغي لا نظهر لكم حقيقة البوليساريو، نقول لكم رواية. شفتوا هذو المخيمات تندوف فيها قريب من 170 ألف نسمة، هذه 170 ألف حسب إحصائيات مفوضية غوة اللاجئين اللي أنا نشوفها مبالغ فيها حقيقة. فيها 98% منهم ما هم صحراويين، ما عندهم علاقة بالصحراء. منعودوا نحن نتكلموا معهم، تقول له أنت من أي القبائل، يقول لك أنا رقيبي، ولا يقول لك أنا دليمي. يا غير الرقيبات، خالق منهم في المغرب وخالق منهم في الصحراء درك اللي هذه منطقة نزاع، وخالق منهم في تندوف الجنوب الغربي الجزائري كامل كامل الرقيبات، خالق منهم في الشمال الموريتاني كامل، جبرهم في أطار وفي الزويرات وفي عين بنتيلي وبيرو مقرين، هذا كامل فيه رقيبات. ولاد الدليم هم اللي نتكلموا على ولاد الدليم، ما هم كاملين صحراويين، يعني جبر منهم في موريتانيا بالضبط في النواضيب وكاملين لا ولاد الدليم، بمعنى على انه رقيبات. من تسمع حد رقيب ما الصحراء ما تعنيه، ولا من تسمع دليمي الصحراء ما تعنيه، اللي تعنيه هما الصحراء هما ولاد الدليم فقط اللي كانوا تحت الاستعمار الاسباني، والرقيبات فقط اللي كانوا تحت الاستعمار الاسباني. هادو قدو نتجاوزوهم، غير ما تسمع واحد بربوشي من البرابيش واحد تاني ترقي، شنو علاقتهم بالصحراء؟ هادو ولاد عمنا حل، مادة من اطيب خلق الله، محترمين، اعتزوا ونحترمهم، يا غير الصحراء ما تعنيهم. ولاد هادو البرابيش والتوارق وتجاكانت ما عندهم علاقة بالصحراء، بداي ما عندهم علاقة بالصحراء، يا غير هادو بعد يسكنوا اليوم في مخيمة تندوف وتعتبرهم البوليساريو مواطنين صحراويين. والبوليساريو في السبعينات والثمانينات والتسعينات قاست هذا الشمال المالي والجنوب الجزائري وحتى الشمال الموريتاني، واللي جبرته فم يتكلم حسانية قالت له قيمنا نمشي شهور المخيمات ونعدلوا لك خيمة ودخل معنا الحرب، نحارب هذا اللي نقال له العدو ونستقلوا إن شاء الله، لهين نعطوك ياسر من الغنائم. شنو هي الغنائم؟ لهين نعطوك دار وفيلا، وده كامل اللي سكنوا فيه الصحراويين مع الاحتلال المغربي بين قوسين، نطردوهم كامل يمرقوهم من هذيك الصحراء، هي صحرتنا، ونعطوك دار كهيبة ولا زاد كهدية جزاء على ذاك اللي عدلت معنا في الحرب. هو الاستقلال ما هو خالق نهائيا ولا لا يخلق، وهذه الوعود ما فات تحققت لهم، يا غير مازال قابضين هذا الوعد، هذا الوعد اللي وعد البوليساريو هذو جماعه البولي الازواديين، وهذا الوعيد اللي هما متوعدين به الصحراويين اللي مع المغرب، يقولوا لهم في حاله ما استقل لي هي مرقوا كاملين انتم مع المغرب. وسمعوا هذا كامل اللي قلت لكم، ما نكذب عليكم، نسمعكم كلامهم، نسمعكم كلامهم بالدليل وبالحجه وبالبرهان، نسمعوا وعيدهم وتوعدهم، سمعوا كيف توجه الولي مصطفى السيد وخوه بوشير مصطفى السيد وبريه متغالي كامل شهور الازوار، واللي جبروه فم يتكلم الازواري جاو كبوهم في 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 المخيمات كيغنموا عاديين، قال لهم الشعب الصحراوي ما هم صحراويين والصحراء ما تعنيهم. ونسمعوا هذه الوعود اللي يقولوا لنا حاربوا معنا واستشهدوا جزائريين، واستشهدوا موريتانيين، واستشهدوا ازواريين، واستشهدوا اجانب، وبعد لا نجازو معطوهم الغنائم بعد الاستقلال، عطوهم دار دار لوحده واستعدوا لهم يا الصحراويين، حياكم الله. مالك محتاج يا بنت العم، حنا قاع ما عندنا، حنا قاع هما ما نقدروا نفترقوا. لا هي قريوك اللي سامع بها، لا نتفاهموا بعد يا قارئ، ما ندور في شي خاسر، لا هذا اللي احنا لا من الشعب الصحراوي ذاك اللي بيعنا فيه، تو بين اللي جابونا المسؤولين ذيك ساعة هم اللي جاونا في الأراضي وقالوا لنا وهاو ولا ينحروا كاملين إن شاء الله وانتقادوا في ذا اللي خالق، معناه أن ذاك اللي
اقتنع ذيك الساعة، اقتنعنا قاع كاملين كنا جايين. مشات فيا منه، وعقب ذاك زمن خلق فينا حرب، مال كنا تالبين وكاملين، كنا ماشيين كاملين صح، خلق فينا حرب وعدنا نموت وإله، عدنا مسكنين، بقى مرغب منا إله شوي، وقاموا الدول مولي يتقاسمون، كل دولة حكمت منش. مرحبا بك. السلام عليكم الأخ البربوشي، شحالك؟ يا خير يا عندك كاتب البربوشي حال ظهر علي شنبتك. أنا ما نتكلم عن العلاقات اللي مبيننا الدموية، لا أنا مرة ولا بقيتني مولي راجل أنا ذا القيلة نعرفه، إحنا علاقاتنا الدموية نعرفوها يا خير. أنا من أهل المغرب وأنت من أهل المالي وذاك من أهل الجزائر وذاك من ذا، نتدخل في شي ما يعنيني إخباري منه اللي نساعدكم، نعرف باش نساعدكم يا غان، ما نجي أنا من راسي متدخل في شي ما لا يعنيني، لا لا، قد نساعدكم ماديا، قد نعود معاكم قلبيا، نقد معاكم في العواطف يا غير شي ما يعنيني، ما يعنيني. أما العلاقات الدموية بيننا بعد الناس كاملة بينها العلاقات الدموية، وكنا من الثاني وكنا مارك من الثاني، غير كلها تابع للدولة وكلها عنده سياسته الخاصة يتم فيها، شي ما يعنيه ما يعني. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك الأخ أبو. أبو الآله نقول لك مسألة عن ثورتنا هذه، استشهدوا معنا الموريتانيين فيها، واستشهدوا معنا الأزواديين، واستشهدوا معنا الجزائريين، ياك سمعت، وخالقين النصارى مولي واحد منهم استشهدوا، واحد واثنين مازالوا تقريبا قاع إلى ضريك عادوا كهول وافين. هذه الناس اللي تراعي فيها اللي ضحت معنا في ثورتنا، احنا يلا لا نرد لهم بالجميل، عنا منين نالوا استقلالنا؟ ذوك اللي أولادهم ضحوا معنا في ثورتنا في وقت الشدة، ومنين نستغلوا؟ ما أننا لهن نحسدوا لهم دار الواحد ووظيفة، هاي ما نقدروا نحسدوها لهم، هم أولادهم ضحوا معنا هو في ثورتنا واستشهدوا معنا، ورعاهم مازالوا يعانوا معنا، ضريك رعاهم الموريتانيين معنا في المخيمات اللجو، ومعنا الزواديين، فهمت؟ والجزائريين مولي معانا مثلا عنهم ياسر من متناسبين معاهم ورعاهم معانا هون في المخيم، ياسر من الصحراويين عاد متزوج مع جزائريات ورعاهم هون معانا في الحمادة هون يناظروا معانا. هذا مجيبوا عن اي دولة قامت معانا في ذي الثورة، مازلنا احنا في وقت المحن، منين نستغلوا ما انا له ننساهم ولا انا له نستخسروا فيهم جنسية الواحد ودار وظيفة واكثر قاع من ذاك، ولا هي ينحسب لا مواطن صحراوي، ما يقدر ينقال له انت موريتاني ولا زوادي ولا جزائري ولا اسباني. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم الاخوة والاخوات في منبر راديو الساقية الحمراء وادي الذهب 1884. مرحبا بك الاخ ابو. يبو الا لهم يقول لك بعد مسألة عنه، مهما ابتنوا السفارات في المناطق المحتلة ومهما ابتنات القصور، ذاك كامل اللي تراعي فيه لردهم ولانا ذيك القنصليات ليه تقسم لردهم ولانا على عائلات الشهداء إن شاء الله وضحايا الحرب والمجاهدين، ذاك كامل اللي تراعي فيه يبو فوق غدرة إلهية فوقنا كاملين، والله مع الحق ومع أهل الحق ومع المظلوم، وإحنا كيف تعرف أنت يبو ويعرف أهل الصحراء كاملين عنا مظلومين، المغرب محتل وذاك الاحتلال عنده لا مدة زمنية ولا هي يوفه، كيف ذا كامل كيف له نوفه وإحنا كاملين، وفي يوم من الأيام بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى لا يتم الجهاد في الصحراء الغربية في الساقية الحمراء وادي الذهب، وذاك الجهاد ما له يبقى شلح فم ولا له يبقى فراغ، يذيك السفارات اللي تراعي فيها اللي تبقى تصفر منها ما جاء فيه الصاروخ ولا وفجر، ما له يبقى حد فم إلى ردهم لنا، ما هو أهل الصحراء وحدهم إن شاء الله هو ربنا، هم اللي يبقوا على أرضهم وهم أسياد أرضهم، ما عليهم إلا سياد فوق الصحراء الغربية، ما هم لنا وحده لا شريك له. مرحبا بك وسهلا.
لا يتقسم شيء اهله فهم صحراويين ايه القنصليات القنصليات عمارات اهل الصحراء وكلها يكري عمارته كلها كاري عمارته كراها القنصلية ايه هذو منازل عمارات الصحراويين كيفك وكارينهم كراوهم الا كيف هاي المنظمات اللي تجيك انت اراهي مكرية الديار كل منظمة كارية الديار في الجزائر ها وفهران كاريتهم من عند الحكومة الجزائرية بدأ مكريين من عند مواطنين جزائريين المنظمات كاملة كلها كارية دا حتى هذو قنصليات جاوا فهم وكراوا منازل صحراويين خبارك تمنهم ايه والله لا يتهنتتهم عليهم ايه قول لنا اذا عدت يا ابوي لا يتهنتت حيوان اهل الصحراء قولها لها قاع قولها لهم عنك لين تجي فهم لا يتقلع منهم ديارهم وترابهم ممتلكاتهم قولها لاهل الصحراء عن برنامجك ذا هو وعنا كل رجاج لا يتعطيه قيطون يسكن فيه يا مرحبا بيك وسهلا وهلا ايوا رعاو رعاو يا المحيط وتلصي على حيوانكم ممتلكاتكم وسياستكم على روسكم حاقبة وترابكم اللي خلاو لكم اباتكم وجدودكم راهو هذا برنامج جديد حاقبة الى جاوبهم كلها لا انت عندك اربع عمارات لا تعد عندك واحدة ثلاثة للنظام انت عندك 100 زايلة 90 للنظام وعشر زوايل لك انت عندك كم من تاكسي عندي اربع تاكسيات ثلاثة للنظام وواحدة لك هذا كيف تشوف البرنامج معناه انه مازال جاي بعد رعاو على روسكم ورعاو على سياستكم على روسكم وحيوانكم لا ينقلع منكم امالي شباب هات انقلع منكم في البداية ايه انقلع منكم حيوانكم وندرتوا في السجون وبتطيتوا ايه ودارك رواية اخرى امالي جاية شوفوا شني ايه ورعاو على روسكم المسألة الثالثة اللي مهمة واللي خاص الناس عودة للاطلاع بها على بعد فكرة تحديد الهوية راه اللي خسرها البوليزاريو قيادة البوليزاريو قيادة البوليزاريو قالت على أن الصحراويين كاملين ما هم محصيين وثلاثة تستدل به بروس وعلى أن الاستعمار الإسباني ما هو حاصيهم وعلى أن منين قالت لهم ينرسوا قدمتها كمقترح قالوا لهم مقاربة مرحبا وسهلا أيها الصحراويين كاملين مرحبا وسهلا جيبوا جابوا المقاربة 300,000 300,000 صحراوي ولا نقول لكم مثل رواية خالق تقريبا منين خالق قرى في المغرب منين نجيهم يقول لك انا برحيمي انا كذا انا يعني بالاصل قالوا له جاء طاوهم الجقيات الجبهة هم اللي جابوا المقترح وهم اللي رفضوه دفعوهم قيادة الجبهة يلفقوا انا من الناس اللي مشات ديك الساعة قسنا زواد وقسنا شرق موريتان وقسنا جنوب موريتان واللي قدينا نحسو كامل في الإحصاء ما أبخل الناس إحصيناه دخلناه في الإحصاء أنا اللي نتكلم من الناس كانت قال هذا خطأ من خطأ قيادة الجبهة بالتالي منين عرفوا على أنه إذا ما تلاقوا قد وقفوه لا تلاقوا دعوا دلوشي جابوا المقاربة الصحراويين الأكثر الحقيقيين الأكثر منهم لا هم الصهل الزواد ولا هم غيرهم صحراويين يقول لك أنا من القبيلة الفلانية ومن كذا وكذا الذي اللي قال له ولاد ليم حصرت منها 70,000 70,000 أولاد برحيم خالقة منها 100,000 يعني حصلت أعداد بالتدقيق مولي راهي حقيقية وياسرة وبالتالي هذا تخيم ريزل تخيم رضقيات الجبهة اليوم وتعيد تتعدل الروايات تدرج بها الشمس على قلبها للناس هذا ما تلت ذلك لحد الناس عرفت فاصلة بين الخيط الأبيض والأسود لا لا يطولوها على رصهم ويخرصوا الحل نحن ما ندروا حد يستسلم ولا ندروا حد يسكت عن حقه يا غير مولي ما ندروا حد يدور يعدل حق الراس وهو يخلي حقوق الناس هذه الناس هنه